كونيتشوا مينا سان، اهلا بكم في تدريب الساموراي على الجافا سكريبت او على البرمجه عامه. الكورس ده موجه لواحد ما يعرفش يمسك سكينه في الكود، ويخليك واحد تقدر تلعب بسيف الجافا سكريبت زي الساموراي بالظبط. في الكورس ده هنتعلم اساسيات البرمجه وازاي الكمبيوتر بيشتغل وازاي البرمجه طلعت وبدات تتطور، وهنتعلم اساسيات الجافا سكريبت او هنتعلم الجافا سكريبت كلغة، مش كأن انا بس استخدمها في الويب زي ما كل الناس عارفة او زي معظم الناس عارفة ان الجافا سكريبت طلعت عشان الويب. لا، احنا هنتعلم ان انا استخدم الجافا سكريبت في اي حاجة. هنشوف ازاي الجافا سكريبت طلعت وازاي بدأت تتطور وازاي هي بتشتغل اصلا، وهنتعلم برضو ازاي استخدمها في الويب مع ال HTML وال CSS، وهنتعلم ال Object Oriented Programming في الجافا سكريبت او ال OOP، وهنتعلم برضو اساسيات ال Functional Programming. لو انت مش عارف المفاهيم دي وحاسس بلخبطة ما يهمكش، كل الحاجات دي هنعرفها خلال الكورس. وهنتعلم حاجات تانية كتير زي ازاي ترسم بالجافا سكريبت وازاي الجافا سكريبت بتتعامل مع السيرفر في انها تبعت طلبات وتستقبل منه والكلام ده. طيب جميل، التدريب ده موجه لمين؟ زي ما قلنا في البداية، لو انت متعرفش تمسك سكينة في الكود، شخص ما يعرفش يعني ايه برمجة اصلا، ممكن يشوف الكورس ده، ان احنا هنبدأ من تحت الصفر. ولو انت عارف يعني ايه برمجة وعندك خلفية عنها باي لغة تانية وعايز تتعلم الجافا سكريبت، فالكورس ده برضو ليك. ولو انت يعني مبتدئ في الجافا سكريبت، عندك خلفية عن الاساسيات بتاعتها وعايز تزود معرفتك بيها يعني وتبقى محترف في الجافا سكريبت، برضو الكورس ده ليك. وطبعا سواء هتستخدم الجافا سكريبت في الويب او في مجالات اخرى غير الويب. طيب جميل، محتاج ايه قبل ما ابدا الكورس ده؟ مش محتاج اي حاجة. مش محتاج يبقى عندك خلفية في الكمبيوتر ساينس او في البرمجة قبل كده، ان زي ما قلنا من تحت الصفر. كل اللي انت محتاجه بس ثلاث حاجات: الرغبة والصبر والوقت. رغبة في انك تتعلم، وشغف في انك تكمل الكورس الاخر، وصبر على التعلم، لان طبعا اي حاجة محتاجة صبر في البرمجة بالذات، ان هيطلعلك ايرورز كتير وهتقابلك مشاكل كتير وانت بتتعلم، لازم يبقى عندك صبر عشان تعرف حلها وانك يعني تتعامل معاها وتتقبلها. وطبعا يبقى عندك وقت، لان لو انت اتعلمت شوية وبعدين وقفت من غير ممارسة ومن غير مراجعة على اللي انت اتعلمته، بعد فترة تلاقي اللي انت اتعلمته ده طار من دماغك. واخر حاجة، لو انت هتستخدم الجافا سكريبت في الويب، لازم تبقى عارف HTML و CSS. طبعا احنا في الكورس ده هنشرح ازاي استخدمها مع HTML و CSS، فلازم تبقى عارفه. يلا بينا، كل واحد يجهز السيف بتاعه ونبدأ التدريب.